السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد من قناه الاختراع المصري. اولا احب اشكر جميع المشتركين معايا على اليوتيوب ومتابعينا اول باول، واللي عددهم بفضل الله رب العالمين وصل النهارده ل 57000 مشترك. ثانيا النهارده هنتعرف مع بعض على الفائز في فيديو خمس اشياء يمكنك عملها بورقه الالومنيوم. الفائز ان شاء الله يقدر يلحق انه يختار الهديه اللي هو عايزها، ايا كان سماعه بيتس اللي هي البلوتوز او ساعه ابل. تمام، زي ما قلت لحضراتكم ان الفائز بيتم اختياره عشوائيا عن طريق موقع النت. وبالنسبه لاي حد جديد دخل القناه ومش فاهم يعني ايه مسابقه او ايه هي شروط المسابقه، زي ما قلت لكم ان شروط المسابقه هي عمل لايك للفيديو لاخر فيديو ينزل، وانك تشترك معايا على القناه، وانك تشير الفيديو تعمله شير على الفيسبوك او جوجل بلس. تمام، وانك تعمل طبعا كومنت. رابع حاجه تعمل كومنت وتقول رايك في الفيديو بكل صراحه عشان اقدر اوصل لك. يلا بينا نشوف الفائز النهارده. هارد لك للجميع مقدما، والف مبروك للفائز مقدما. يلا بينا. اول حاجه هنعملها ناخد رابط الفيديو. طبعا تم اختيار الفيديو ده عن الفيديوهات دي كلها بسبب ان هو جاب لازم يتمم شروط المشاهدات وعمل لايك. هنفتح موقع راندوم يوتيوب ونبحث. زي ما حضراتكم شايفين الموقع قال ان في هنا على الفيديو ده 156 تعليق وفي 142 شخص مختلف. هنطلب من الموقع ان يطلع لنا شخص واحد بس عشوائي من ال 142 دول. تمام، رضوان 7000 ده الفائز معانا يا جماعه. الف مبروك لرضوان، هو ده الفائز. طبعا بنعرف ان هو الحساب بتاعه الحقيقي الاصل، عشان في ناس بتعمل حسابات بنفس الاسم من الرابط ده. الرابط ده بيأكد لنا فعلا ان هو ده صاحب الحساب. الف مبروك لرضوان مره اخرى، وهارد لك للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.